آسف مانو، اليوم اتأخرت عليك شوي لأنه الدنيا مطر والطرقات فيها زحمة شوي، اضطريت أني أغير طريقي. خلاص شبت مانو، أنا اعتذرت منك. ليش أنت هلأ زعلانة؟ شو القصة مانو؟ قولي لي شي، كان عندك شغل كتير يعني؟ فينود صدقني أنا ماني مزعوجة لأنه عندي شغل كتير، بس إذا اشتغلنا بصدق اتنيناتنا المفروض أنه نلاقي نتيجة تعبنا هاد. بس لما توقعاتنا ما بتتحقق إجباري بدنا نتضايق شوي. شو صاير معك؟ فهميني يا مانو. لك شو بدي أقول؟ تعرف كان لازم أخذ ترقية، كنت متوقعتها من فترة بس حتى هالمرة ما قدرت أخذها. طيب ليش؟ قالوا لي في حدا تاني بيستاهلها أكتر منك. ليكي مانو، هالأمور بتصير، ما حدا في يفهم كيف بتصير سياسات الوظيفة، بس ولا يهمك رح تحصلي عليها المرة الجاية. خدي شربي مي. أنا بفتح سوق. طيب. سوق وركز على الطريق منيح. فينود أنا صار لي ناطرة هالترقية من زمان، وكمان كانت كتير مهمة لإلنا. كل المصاري اللي عم طالعون نحن الاثنين عم بيروحوا على دفع الاقساط والقروض وما عم يصفالنا شي، يا دوب عم نوفر 2000 روبية. بس أنا اللي بعرف كيف بدي مشي أمور البيت. كنت مفكرة هالمرة مع الترفيعة راتبي رح يزيد شوي ونرتاح وندبر أمور البيت ونخلص بقى من الاقساط، بس لا، مخي تجمد على الآخر وما عم بقدر أفكر شو رح يصير هلأ. مانو، وإذا يعني ما حصلتي على الترقية؟ أنا ترقيتي على الطريق، أنا أكيد رح أحصل عليها وكل شي رح يتحسن. خلاص شبك اضحكي شوي. اسمعي لقلك لك، خلينا هلأ نروح نتعشى بشي مطعم مرتب وبعدها منروح على البيت. ماشي؟ شو فينود، صرت بتعرف كتير منيح كيف تزبط لي مزاجي وتروقني. شو هاد؟ أنا نسيت أعطي هالمصاري لصهري مازن. شو بدي أعمل؟ خلص رح أعطيه هون المساء أول ما يرجع من شغله. إيه سهام جاية؟ أختي سافيتا، وينك سافيتا؟ أهلين خالتي، شو عم تعملي هون؟ تفضلي فوتي. فوتي يلا. تفضلي عادي. جانا؟ نعم. شوب كتير هون، فيني اشرب كاسة مي؟ طبعا تكرمي. أختي سافيتا، منيح اللي اجيتي. أنا كنت جاية لأشوفك، لو ما جيتي من هون لخمس دقايق كنت بدي أمشي. تفضلي خالة. يسلم. مرت عمي لوين رحتي؟ طب تشربي كاسة شاي؟ جانو؟ إيه أمي؟ امبارح انت رحتي بدون ما تقولي شي بنوب. اختي شو صاير معك؟ ما بدك تقولي لي شبك مو هيك؟ ولا يهمك، انا ما رح اجبرك تقولي لي اي شي، وعم بحكي بصدق، ما في داعي تقولي شي وتعذبي حالك، لانه بصراحه الشي اللي شفته بجيتي فهمني كل شي عم بيصير معك. انت كنتي برات البيت وهي وصلتك وتعبانه، بس مرت ابنك العزيزة ما عرضت عليكي حتى كاسة مي، وأول ما أمي عيطت لصوت واحد رقدت لعندها ركض.
أختي ليكي، هالمسألة صارت جدية يوم بعد يوم وعم تصير بتخوف. يعني فيكي تاخدي مثال امبارح، يعني بصراحة جانا كان لازم تعطيكي المصاري إلك، بس هي فضلت تعطيه لأمها. المفروض كان لازم أنتي تاخدي المصاري صح؟ لا لا تقوليها، معناتها الشيء اللي أنا كنت عم أقوله من شوي طلع صحيح؟ أنتي ما أخدتي المصاري؟ أختي أنا لما أجيت لهون الأم وبنتها جانا كانوا عم يحكوا سوا عن استثمار. ليكي أنا مالي زعلانة لأنه جانا عطت المصاري لأمها أبداً، بس يلي زعجني أكتر من هان هو إنه بدها ما تستشيرك بشي، عم تستثمر المصاري كلها مثل ما بدها أمها. يعني على الأقل كانت لازم تسألك بس مرة. بالنهاية أنت اللي بتملكي هالبيت، أنت اللي بتملكي الحق بالمصاري. أختي أنا لما أجيت لهون سمعت الأم وبنتها جانا كانوا عم يحكوا سوا عن استثمار. ليكي أنا مو زعلانة لأنه جانا عطت المصاري لأمها أبداً، بس اللي زعجني أكثر من هاد هو إنه بدها ما تستشيرك بشي، عم تستثمر المصاري كلها مثل ما بدها أمها بالضبط. يعني على الأقل كان لازم تسألك بس مرة. بالنهاية أنت مالكة البيت، أنت اللي بتملكي الحق بالمصاري. يعني أنت برأيك مو غلط تستثمر المصاري مع أمها بدون ما تقلك أي شيء؟ لا أختي راسيلة، أختي سوشنا مانا هيك بنوب، أنا بعرفها منيح. لحظة، أنت فهماني الموضوع غلط. خلص ما في داعي نتحذر، أنا رح أحكي معه وأسألها فورا. أختي أنت مفكرة أنك لو سألتيها رح تعطيكي الجواب الصح لسؤالك هاد؟ خلص أنت روحي احكي معه واسأليها، بس شوفي كيف رح تخترع أعذار. بنتي جانا؟ يا جانا؟ نعم؟ ليكي مبارح منظم الحفلة اجا لعندك وعطاكي شوية مصاري، وين حطيتي المصاري؟ ايه هو أنا خليت المصاري مع أمي. لو سمحتي بدي اياهم، إذا بتريدي جيبيهم. تكرمي. أمي؟ نعم؟ مبارح أنا عطيتك شوية مصاري، جيبيهم إذا بتريدي. أنا صايرة عم بنسى كتير، ما بعرف ليش أنا حطيت المصاري هون، حطيتهم مع دفاتر ساشو. غريبة وين اختفوا؟ معقول يكونوا؟ أمي حبيبتي لا تقلقي، هلأ منلاقيهم، لا تاكلي هم شي أبدا، أنا رح دور عليهم. بس جانو أمي المصاري بالبيت، وين بدهم يروحوا؟ ليش لتتوتري؟ أنا رح لاقيهم. مرت عمي ليكي ما بعرف أمي وين حطت المصاري وما عم تتذكر. ليكي أنا رح لاقي المصاري وأعطيهم لمازن. ليش لتعطيهم إله؟ أنا اللي بدي هدول المصاري. ماشي مرت عمي رح أعطيكي إياهم. تعالي تعالي. بس جانو أنا حطيتهم هون. شفتي بعينيك؟ أنا قلتلك من شوي إنه هدول التنتين رح يخترعوا أعذار بس ما رح يعطوكي المصاري إلي. هالتنتين استولوا على مصرياتك وهن رح يعملوا فيهم شي استثمار. عكلين انسي الموضوع، القصة بتتعلق بعيلتك، مين أنا لحتى أجي أتدخل بمشاكلكم؟ بس أختي أنت بعد ما رحتي مبارح أنا ضليت مزعوجة كل الليل ومتضايقة. خلص انسي الموضوع، بس بتمنى ما تكوني قلتي شي لفاندو عن اللي صار. لا أبداً، معقول إلا؟ الموضوع بيناتنا بس نحنا صح؟ ما رح خبر شي لفاندو. أختي فيني روح؟
انت غلطت بحق مازن واهنته قدام كل موظفين الشركة، بقى لازم تعتذر منه وقدام الموظفين. استاذ مجموعة شركات، شو هالدرويش؟ ما بتعرف انه لازم تستأذن وتدق الباب قبل ما تفوت على مكتب اي حدا؟ وقف منيح وتوت رجلك. نمشي؟ أسهل طريقة لدمر مازن كانت قدامي وأنا ماني منتبه عليها، وكنت غبي لدرجة أني عم ضيع وقتي بمكان تاني. هلأ صار لازم أربط اسم مازن والمدام آشنا مع بعضهم دائماً، ولازم أثبت هالشي للسيد ديكي. لازم أثبت أنه آشنا عم تعمل علاقة مع مازن، ولما الأستاذ ديكي يقتنع بحكي ما حدا رح يوقف دمار مازن ولا حدا رح يصف معه. بس هالشي كتير خطير، أول شي لأنه السيد ديكي ما بيوثق فيني وما رح يصدقني بالسهولة اللي أنا متوقعها. يعني لازم أعمل خطوات ذكية وتكون كلها محسوبة بدون ما أحكي ولا كلمة. لازم أقول كل شي، بس شي واحد أكيد إني هالمرة ما رح ضيع هالفرصة. درويش، مو أنت كان معك الملف تبع مشروع جول ماهور؟ إيه. إيه، أنا بدي الملف. شو بإيدك؟ شو هدول الصور؟ مدام، هو بصراحة كان في ساعي بريد بالمكتب والأستاذ مازن ما كان هون، لهيك أنا استلمته. هدول صور المهرجان؟ إيه صح مدام. أنا كمان بدي أشوفهم، رح شوفهم وأعطيهم لمازن. طيب على راحتك. شكراً لك، وصح بعت لي الملف. امي شو عم تعملي؟ عم دور على المصاري جانو. بنتي انا حطيتهم هون على الطاوله جنب كتاب ساشين، وما عم تطولي بالك. كيف طولي بالك امي، المصاري رح يلتقوا. كيف بدي طول بالي؟ راحوا المصاري 18000 روبيه. ايه امي، بس هن كانوا بالبيت، يعني وين بدهم يروحوا؟ لا تشغلي بالك كثير، رح نلاقي المصاري. لا بس جانا، هن المصريات صهري، انا ضيعتهم، شو بدي اعمل هلا؟ امي سهرك هذا بيكون ابنك كمان. جانو عن جد ما بعرف شو صاير بذاكرتي، ما عم بتذكر وين عم حط الاغراض، رح جن انا، ما عاد عم بفهم شو بدي اعمل. يا رب هدي لي اعصابك امي، المصاري موجودين، وين بدهم يروحوا؟ يعني ما رح يضيعوا، بكون شي حدا شالهم. بلكي ساشين لما اخذ كتبه عن الطاوله اخذوا الكتب بلا ما ينتبهوا المصاري بيناتهم، يعني الاحتمال وارد. او مازن مثلا شاف المصاري محطوطين على الطاوله واخذهم وحملهم معه. امي حاجه تتوتري. صح يا ربي، دخيلك يلتقوا المصاري باسرع وقت. خلص امي. شو القصه اختي سوشنا؟ ما لقيتي المصاري؟ لا أمي، لساتنا ما لقيناهم، بظن يكونوا يا مع مازن يا مع ساشو محطوطين بين كتبه. بس لا تاكلي هم، المصاري رح يلتقوا أكيد. خدي مرت عمي. بس شو هذا الظرف؟ هدول شوية مصاري. بس ليكي فاندو، أجيت بده يبلش شغل جديد، ما لهيك أنا قدرت دبر هدول المصاري. بعرف إنه هن ما رح يكفوا، بس لازم على الأقل نبلش فيه.
ما تكوني بعتي مجوهراتك، بس أنا خبرتك إنه رح أحكي مع أخي. غندوز معيني، أنا ما بعت مجوهراتي ولا شيء. أنا دينت شوية مصاري من حدا قريب. دينتي؟ بس شو في داعي إنك تتديني؟ لأنه نحن بحاجة للمصاري فاندو. أنا أمه لأجيت. لهيك يا بنتي، أنا فيني أفهم ألمه ومشكلته. أنا كمان بعرف إنه هالمصاري ما رح يحلوا مشكلة، بس لازم نبلش من شي محل. ديري بالك عليهم. اسمعي، نحن رح نضبوا للمصاري، ولما نجمع مبلغ كبير شوي رح نعطيه لأجيد، ماشي؟ أمي؟ أنت من وين جبتي مصاري؟ أجيد؟ أجيد؟ شوف، ليك بصراحة، هالمرة أنا طلع لي سحبت حظ من حساب بنك النادي، يعني أنا ربحت له هدول المصاري. لهيك أنا جبتهم وعطيتهم لفاندو مشان تخبيهم. فاندو، ديري بالك عليهم. حاضر مرتم. بس أنت ليش عطيتيها كل هالمبلغ لفاندو؟ أجيد، لك ليش أنت ما بتفهم القصص من أول مرة؟ ابني، اعمل خير مع ناس غيرك والخير أكيد رح يصير معك. هي لازم تحس إنه عم نحاول جهدنا. وقتها بس هي رح تحكي مع مازن فوراً. مرت عمي، أنا رايحة لعند أمي. إيه ليش لا بنتي، روحي شوفيها. تعا أجيد، تعا عود. يلا أنا رح أجيب لك مي. عود ابني. لا لا، أنا ما فيني خلي المصاري بالبيت، بلكي أخذهم أجيد، رح يصرفون على شغلات ما لها طعمة. اليوم أنا لازم أحكي مع أخي مازن. كل ما بلش أجيد بالشغل أبكر، كل ما وقف الشرب أبكر. مرت عمي، أنا ما رح طول. ماشي. إيه؟ هدول ليش عم بيعملوا فيني هيك؟ بحياتي ما خبيت شي عنهم ولا عملت شي ما عرفوا فيه، لكن ليش عم بيصرفوا مصاري من ورا ظهري وبلا ما أعرف؟ فيني أقبل هالشي وتفهمه منيح من أختي سوشنا، لأنه ما صار لهون غير 10 أيام، بس جانا صار لمعي سنين طويلة وصارت بتعرف طبيعتي، ومع هيك ما فكروا إنه لازم يخبروني بالقصة. هن انكذبوا علي. ليش؟ لو إنها قالت لي إنه بدها تستثمر، أنا كنت منعتها من إنه تصرف المصاري الشي. ما ضل لي حدا بهالبيت من حصتي ولا حدا. كل الودائع بتنحط باسم كنتي جانا، حتى المصاري. عن جد راسي لا طلع معها. أنا وثقت زيادة عن اللزوم بجانا وعطيتها حرية كبيرة، حتى أني اعتبرتها مثل بنتي تماما، وهي على مهلها كانت عم تسرق ابني وهالبيت مني، وكانت عم تسرق مني حقي. ليش عم تسرقي حقي مني؟ ليش؟ ليش عملتي فيني هيك يا جانا؟ ليش؟ ليش؟ أمي، حذري شو صار اليوم؟ شو صار؟ نحن اليوم ربحنا المباراة، وطبعاً السبب أنا، لأن اليوم كنت كتير متنشط ولعبت كتير منيح، ولو تشوفيهم كيف انهزموا هزيمة ما رح ينسوها أبداً. برافو، برافو ابني الرياضي. بس فيك تقلي شو هو سبب هالبقع اللي معبية تيابك كلها من فوق لتحت؟ طالما نحن ربحنا بهاي المباراة مو مشكلة البقع. أنا بفرجيك شو رح ساوي. تعال عندي، تعال هون، تعال تعال تعال. بدي أسألك شغلة، شفت لي شي رزمة مصاري محطوطة على الطاولة؟ لا. فكر منيح وتذكر ابني. متأكد؟ لا أمي، متأكد ما شفت رزمة مصاري. أنا كتير جعت ماما، فيك تحطي لي شي لحتى آكل؟ إيه يلا حبيبي، هلأ بطعميك. ساشين ما بيعرف،
مع مين بدها تكون؟ معناتها أكيد مازن أخدها. يلا أمي أنا كتير جوعان. إيه روح روح أنت تحمم وبس تخلص بيكون جهز الأكل. مرحبا. أهلا فاندو. كيفك؟ منيحة أنت كيفك؟ أنا أموري تمام. وين أمي؟ أهلين فاندو. أمي؟ أهلين بنتي. يرضى عليك. شكرا لك. تفضلي قعدي. يلا يلا. إن شاء الله ما تكون أختي راسيلة حكت الأشياء عن اللي صار مبارح، مع أني نبهتها أنه ما تحكي له ولا تجيب له سيرة. فاندو؟ نعم. ليش أجيتي فجأة بنتي؟ بصراحة حسيت أني اشتقت لكم فقلت لازم أجي لعندكم. صحيح كان كتير عجقة على الطريق وبالزور وصلت، ويوم الاحتفال كان في ضيوف كتير وأنا ما شبعت منكم أبداً، لهيك ناوي أقضي النهار عندكم اليوم. منيح اللي إجيتي لعنا بنتي، بس يعني ليش ما جبتيموني معي؟ ما جبتها لأنه عندها مدرسة هلأ، خلصت العطلة ورجعنا على الهم. مرت أخي؟ وينه أخي مازن؟ مازن بهالوقت وين بيكون؟ بيكون بالشغل. آه أي مزبوط. يا ربي. فاندو طمنيني عن موني، منيحة هالأيام؟ إيه إيه الحمد لله منيحة. فاندو قومي معي شوي على المطبخ، بدي ورجيكي شغلة. ايه تكرمي امي، انطريني راجعة. يلا امشي. تعي. احكي قليلي شو كنتي بدك تورجيني؟ اكيد اخي جاب لك مجوهرات جديدة صح؟ لا فاندو ما جبتك لحتى ورجيكي شي، بصراحة بدي اسألك سؤال. سؤال؟ فاندو بدي اسألك، انتي بدك شي من مازن يا ترى؟ لا مرت أخي. طالما لا، ليش استغربتي لما عرفتي إنه مازن مو بالبيت؟ لا لا أبداً القصة ما نهي. حبيبتي لا تخبي عني شي، حكي لي أجيت عامل معك؟ لا لا أجيت ما عامل شي، بصراحة هو تغير شوي، مستغربة من وضعه هلأ، أحياناً ما بقدر صدق كيف الإنسان بيقدر يتغير هالقد. تعرفي شو؟ هالفترة صاير عم يأكل همي وهم بنتي، صاير بيحسبها من مسؤولياته، وأنا كتير مبسوطة بهذا الشي. وبتعرفي شو؟ عن قريب بيستلم شغل جديد. كتير حلو فاندو، هذا الحكي كتير منيح. فاندو؟ ايه. إذا بناتي الحلوين خلصوا حديثاً أنا رح أخدها منك شوي. ليش؟ لا يا أمي الحلوة، امشي نقعد برا ونحكي. يلا تعي تعي. يلا بتضلوا تحكوا بتضلوا تحكوا، خلصنا تعالي. كانوا عم بيحكوا جوا أسرار، فوتي. أمي أنت تعالي عادي هون شوي. معي أنا كل هالحكي. إيه ماشي، انسي شوي وقولي لي أمتى ناوية تجي تزوريني. تعرفي شو؟ بنتي عم تشتاق لك كتير ودائما بتسألني عنك وأمتى تيتي رح تجي لعندي. قولي لها رح تجي السبت مشان تكون عطلت من المدرسة ونتسلى ونلعب أنا وياها. فاندو؟ إيه جانو. تفضلي. لا يسلموا، حاسة بدي أمرض ومرشحة، مو قدرانة. شكرا. عم تاخدي دواء يا بنتي؟ ايه ايه امي اكيد بدي طلع محرمه. ليكا فاندو هي الرزمه. ايه هالمصاري إلي مخبيتها، أجيت بده يستلم شغل جديد وبصراحة بس هدول اللي ضلوا معي. عن جد؟ لكن أجيت مبلش بشغل جديد؟ لا لسه ما في شي مبين، بس قريباً رح يستلم. المصاري طلعت مع فاندو بالأخير، بس أنا لازم أتأكد، بس مو قدام حماتي، رح أسألها بعدين. بوني بوني تعي لعندي. يلا لحظة جاية. تعي بنتي على السريع. دقيقة أمي.
جيبوني. نعم، شوفي أمي. بنتي حرارتي مرتفعة كتير، تقدري تروحي تسخني لي مي؟ حاضر. ما تطولي فيها بنتي. بوني، بوني انت شو كنت عم تساوي؟ ماما هي اللي قالت لي روح سخن لها مي، لهيك اجيت. روحي ادرسي. مانو، مانو انت صاير لعقلك شي؟ كيف بتطلبي من بوني تسخن لك مي؟ ما بتعرفي انه هالشي خطر عليها؟ مانا كبيره لدرجه تخليها تسخن لك مي على الغاز. ليش عم بتعيط علي؟ مانك شايف كيف راسي عم يوجعني؟ اذا ما قلت لبنتي لمين بدي اقول يعني؟ ما كان في حدا، راسي رح يموتني من الوجع. ومع هيك رحت على الشغل وانا ما قدرت اخذ اجازه. لو رحت كانوا خصموا لي من راتبي، ونحن مو ناقصنا خصم. قولي لي انت مين بتحبي اكثر، راتبك ولا حياتنا؟ لو اني بس متاخر دقيقه واحده ما بعرف شو كان رح يصير. خلص لهون وبس، خلينا نجيب خدامه ونخلص من هالقصه. نجيب خدامه؟ ومين بده يدفع لراتبك؟ خلص انا بدفعه. وين المشكله بالموضوع؟ رح اضطر اشتغل شوي زياده. ايه انا قبلان، بس ما تفكري اني اعرض حياة عيلتي للخطر منشان اوفر مصاري. بينوت، روح جيب لنا خدامة لكان. بس وين بدك تلاقي خدامة تجي لعنا باسرع وقت؟ مانو انا عندي حل، لبين ما ادور ولاقي لك هالخدامة اطلبي من امك تجي لعنا لهون. شو هالحكي اللي عم بتقوله؟ بدك يعني جيب امي لتشتغل خدامه هون؟ مو هيك، استوعبي حكي قبل ما تعصبي. بتجي لهون لانها امك ولتدير بالها عليكي، هي على الاقل فيها تسخن لك مي وقت حضرتك بتمرضي. انا رايح لعند جارتها، والا انه تبعت لنا الخدامه تبعها من بكره وخلصنا من القصه. فينوت، اهلين رشا. مرحبا مازن، شو اخبارك؟ انا منيح، قليلي. بصراحه من لما راح ساتيش على امريكا وانا قاعده بهالبيت رح موت من الوحده. سوري اذا ما عندك مانع، فيني اجي اقعد عندكم شي يومين ثلاثه وغير جو؟ فارشو ما في داعي تستاذني، ولو شو هالحكي، البيت بيتك وامك رح تنبسط كتير بجيتك ورح تغير جو لانه بتضل مالها. لا 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 صحيح، معي فارشا، اوعك تخبري امك، خلينا نساوي لها اياها مفاجأة. ايه شكرا كثير سوري. اوكي باي. باي. امي شو عم تعملي؟ الخلاط انتزع وما عاد اشتغل، كأنه في شي علقان جواته. أمي حبيبتي خلص تركي، هاي مانا شغلتك أنتي. لا بنتي أنا بعرف صلحه، أبوكي علمني كيف صلحه، بس لو كان موجود كان صلحه بسرعة. أمي أنتي مشتاقة لبابا؟
يا ترى وين بيكون هلا؟ مفاجأة. هاي بارشو. أهلين. مرحبا بارشو، كيفك؟ منيحة بنتي. بارشو شو عم تعملي هون؟ وشو المفاجأة اللي قلتي عنها؟ لوين رايحة بهالشنتاية؟ شو؟ ماني رايحة لمحل، أنا أجيت أقعد عندكم هون كم يوم. برافو. بس شو إجا عبالك هيك فجأة؟ إيه لأنه ساتيش برات البلد وأنا لحالي بالبيت، وقلت بدل ما ضل قاعدة بالبيت بيجي بقعد معكم وبنتسلى كتير. رح ننبسط كتير لك. يا جانو، هي حكت وانت وافقت بسرعة؟ الأحسن تسألي سافيتا بالأول. بس أمي، ليش بدي أسألها عن هالشغلة؟ حماتي مستحيل تقول لأ على هاي القصة. يعني هي صاحبته لهذا البيت، حاولي تقدري هالشي، لازم تروحي وتسأليها. اسمعي أمي، حماتي تغيرت، ما أنا حماتي القديمة أبداً. وبعدين فكري فيها شوي، لما أجيتي لتستقري معنا انزعجت من وجودك؟ لأ بنوب. وهلأ شو تغير؟ هاي أختي وما رح تنزعج منها، وأصلاً هن يومين ورايحة. ما بعتقد إنه حماتي رح تزعل مني. طيب إذا سايرتك ومرقناها بس، حاكي مازن وخدي رأيه. مازن أنا اتصلت فيه قبل ما أجي لهون، وهو شخصياً قال لي إجي. لكان يلا تعالي تفضلي لجوا. إيه. أهلين مازن. أستاذ طلبتني؟ إيه. أنا بصراحة كنت فايد الأمل من مشروع أهوجا. أنا كنت معتبر صفقة أهوجا خلاص فشلت، بس بفضلك رجعت للحياة. لهيك هي عربون عن تقديري. بس يا أستاذ، يعني ما في داعي. هذا حقك يا مازن. أنا كنت حاطط الاستثمار تبعها بحسابات الديون، بس أنت أنقذتني. شكراً شكراً، ممنونك أستاذ. ألف مبروك مازن. بس بدي الحلوان. إيه ليش لا؟ إمتى ما بدك؟ اليوم. بسمح لك اليوم، عم بمزح معك، روح شارك هالفرحة مع عائلتك. شكراً، جانا رح تنبسط كتير بس تسمع. فيني روح؟ شكراً أستاذ. العفو. هالمرة ما رح تزبط معك مازن، صرت حافظتك منيح، لهيك حاول تلاقي لك فكرة جديدة. بس انتي شو عرفك انه الحاسة السادسة مازن؟ السادسة. بس انت عقلك ما بيستوعب هاي القصص بنوب. اوه ايه، هيك لازم تكون حاستك السادسة خبرتك اني مبسوط. ايه طبعا خبرتني، بس حتى لو الحاسة ما خبرتني، ملامح وشك مبين عليك انه انت كتير مرتاح وانك كتير مبسوط. طيب لكن اسألي الحاسة السادسة تبعك ليش انا مبسوط؟ طيب هلأ رح أسألها. بترجاكي يا حاستي السادسة قوليلي بسرعة ليش مازن مبسوط؟ طيب أنا رح أقلك جانا، كان في عنا صفقة قديمة ما عم تزبط، اليوم زبطت معنا، ولهيك الشركة ربحت مبلغ كبير من وراها، والأستاذ بهي المناسبة أعطاني هات. شوفي جانا، ليش مو مبسوطة؟ لا لا مازن، أنا مبسوطة. هو شو صاير؟ مازن بدي أسألك سؤال، أنت شفت شي رزمة مصاري لونها أصفر على الطاولة؟ كان فيها 18,000 روبية. لا ما شفتها. ليش؟ مبارح منظم الحفلة عطاني المصاري اللي معه، وأنا رحت عطيت المصاري لأمي، بس هي كانت كتير تعبانة وما عم تتذكر وين حطتهم، وما لقيناهم ولا بمحل، وعم نحاول نلاقيهن من الصبح بس ما لقيناهن، فكرتك انت مخبيهن. كمان حماتي طلبت مني المصاري، دورنا عليهن كتير بس ما لقيناهن. بس انت ليش خايفة من هذا الشيء؟ امك بتكون نسيانة، اكيد هي بكرة بتتذكر. لا مازن مو هيك القصة، بصراحة مرت عمي صارت طالبتهن اكتر من مرة،
بس كيف بدي لاقي لي اياهم ما بعرف. خلص انا عندي فكره. أمي تفضلي. شو هاد؟ هدول المصاري اللي كنتي عم تطلبيهم، بس هدول أقل لأني عطيت منهم لواحد وهدول هنن باقي المصريات. بس أنت من وين جبت هالمصاري مازن؟ أخذتهم معي لما رحت على الشغل. بس رزمة المصاري هاي غير هديك. ايه عطيت شوية مصاري لواحد محتاج، لهيك انا عطيته اياهم بهديك الرزمة، وهي رزمة جديدة حطيت لك الباقي فيها. خديهم امشي. كذب. هلأ ابني كمان بلش يكذب علي، ومشان مين؟ بس كرمال ينقذ مرته. شو اللي عم بيصير؟ أول شي أختي سوشنا أجت على هالبيت، وبعدين جانا حطت كل الودائع الثابتة باسمها، وهلأ فارشا كمان أجت لهون. أنا ماني شايفة نواياهم رح تكون صافية أبداً، وحتى ابني مازن صاير شوي شوي عم بيبعد عني. أنا وقفت جنب أختي سوشنا، عاملتها مثل أختي ورحبت فيها، حبيت جانا مثل كأنها بنتي، وهلأ إنن عم بيحاولوا ياخدوا بيتي. بس لا، أنا بحياتي ما رح خليهم يحققوا هدفهم اللي إجوا مشانه. أنا بكون سافيتا دامودار دي شموخ، ما حدا في ياخد بيتي مني، أنا اللي بملك هذا البيت ورح ضل بملكه. مازن شو عم تعمل؟ شو؟ انت شو قصدك؟ قصدي شو كنت عم تعمل بإذني؟ كنت عم دور على موبايلي مضيعه. مازن ماني بنت صغيرة، أنا بفهم عليك منيح. جانا ليش أنا حاسس إنك عم تخبي عني شي؟ لا مازن، أنا ما عم خبي شي بنوب، أنا بس كنت عم فكر. شو؟ مازن، نحنا منملك كل شي بالحياة، مو ناقصنا شي أبدا. إذا بدنا اللي منحبهم يكونوا مرتاحين، منقدم لهم أفضل ما عنا. بس ليش في شغلات
ما عم نقدر نحققها شو ما عملنا. أنا ما فهمت شي عليكي. قصدي من كلامي إنه من لما جبنا أمي على البيت أنا عم حاول أقدم لها كل شي لحتى تنبسط، لحتى شوفها على طول فرحانة. بس اليوم أمي رجعت دمعت. أمي اشتاقت لأبي مازن. أنا ما عم أعرف كيف فيني عبي هالفراغ هذا بحياتها. جانا حبيبتي، نحن شو ما عملنا ما فينا نعبي مطرح عمي بحياتها. 5 سنين مرقوا على زواجنا، أنا وياكي ما فينا نعيش بدون بعض ولا لحظة. حماتي وعمي صار لهم مع بعض من سنين وهن بيحبوا بعضهم كتير، لهيك كيف حماتي بدها تعيش من دون عمي؟ أنا ما فيني أفهمها. بس جانا لا تزعلي، نحن مو طالع بإيدنا شي. أنا لما شفت حالة مرت عمي اليوم عرفت كتير منيح أهمية الزوج والزوجة بحياة بعضهم. لازم ندعي من قلبنا إنه عمي يرجع عن قريب ويضلوا هو وحماتي سند لبعضهم. وبدي أطلب كمان إنه ما يصير معي أنا وياكي هيك، لأنه أنا ما فيني أعيش من دونك بنوب. روقي هلأ، أنا هون. أنا بحبك مازن. وأنا بحبك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.